السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا مزيان وكل شيء يكون بخير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد، تحدي جديد، جوله جديده. والفلوق ديال اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد التحدي من حي ولاد الحاج في مدينه الرشيديه حتى المسكي. غادي نمشيو على رجلينا ونرجعوا على رجلينا. المسافه ما بين حي ولاد الحاج ومسكي هي 14.5 كيلومتر، ودابا راه مع يلا وصلنا لهاد الحي. هذا سميتو ايتم سعود، دزنا دابا ثلاثه د الاحياء. ايتم سعود هو هذا، وكاين واحد الحي من موراه سميتو الزاويه، وهاد الحي اللي من قبل الزاويه سميتو القريه. والحي ديالنا اللي انطلقنا منه هو حي ولاد الحاج. انطلقنا مع 5:45، باقي شويه ظلم الحال، داكشي علاش ما صورتش لكم. وفقنا مع ديك الربعة وانطلقنا مع 5:45، ودابا يلا دوا الحال. مازال كاع ما خرجت الشمس، ما عرفوش غتخرج ولا لا، حيت الجو دابا مغيم. وغادي نشارك معكم هاد التحدي هذا اللي غادي يكون ممتع. راني جاي انا وخويا وواحد الدري تما سميتو يحيى. غنمشيو دابا، غنقدروا نديرو شي، تقدر تكون باقي لنا تقريبا واحد ساعتين ولا ساعتين ونص. يلا الرجل في اي حاجه كتحاول شفتي لك انت كتمشي غير رجل واحد الكلبه كاين بحال سير والله عندك يمشي ياكلون هاد الكلاب هيا وكثر الكلاب هاد الرشيد يا الدراري. عرفتي بعدا جيت ولاد الحاج هو بزاف اصاح. عرفتي الكلاب ديال الشينوا ظريفين اصاحبي، تتهد عليه تتلقاه مشى بعدا واحد كيلومتر غراب. رضا هانيه لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ نعستي مزيان ولا لا؟ شويه انا نعست غير ساعتين، ما كملش حتى ساعتين الخوت، والله ما كملش حتى ساعتين اللي نعست. وانت رضا؟ ربع سوايع. ايوا ومجاز للتحدي هذا؟ جاهز ياك بعدا؟ ياك. وفي العشيه الا كانت الشمس كتقدر تعاود ترجع؟ ماشي مشكل ياك؟ ولكن خلاص تكرس شويه عاد نرجع. ولكن هذا الجو هذا الخوت محال، واش غادي تخرج الشمس؟ بان لي الغيام والدنيا مغيمه. البارح طاحت الشتاء واليوم كنظن حتى هو غادي يطيح فيه الشتاء. اش ترقي من مورانا يحيى؟ عطيه ضرب حتى هو السيلفيات. حنا دابا في ايتم سعود كما كتشوفوا، عندنا واحد القهوه هنايا. هاد القهوه سميتها كافي سان رايز، قهوه زوينه تبارك الله. الربيع والنخل ورا كيسقيو ما نتوما. اشوفوا الدنيا هنا يا تبارك الله طبيعي. يا سلام. دابا فين رانا حنا؟ اش من بلاصه؟ والله هذا ايتم سعود، جايين على الاتجاه ديال اش كيقولوا التوريت. دابا بطلع على ايتم سعود وغادي نمشيو للتوريت. في الاول كنا مبلانين باش ندوزو مع الزناقي، ولكن كان مظلم الحال وكذا وجينا غير مع الشانطي. دابا غادي نوصلوا لواحد البلاصه لي وغندوروا على اليمين ان شاء الله. نوصل نمشي ونيشان حتى نوصلوا لواحد البلاصه سميتها واد مايوس، عاد باش نعاود نخرجوا للشانطي. احنا دابا نقطعوا مع هاد الزنيقه تاعو. هاد الازقه بعدا راه واسعين شويه. دابا واحد السيد كان معنا هنا ولكن ما بغاش يبان في الكاميرا، وبغى يقول لنا شي معلومات. نعم عطي السميه. عين عطي السميه صافي. يحيى الشرقي ياك؟ هاد السيد سميتو يحيى الشرقي، بغى يعطينا شي معلومات على هاد القصور هذا. زكريا الشرقي. زكريا الشرقي السلام عليكم، تحيه للمتتبعين. خويا محمد هنا كيكون دابا هاد بالنسبه لهاد البني، بني كيتسمى بني جديد، يعني هادشي ناتج على واحد، يعني واحد كانوا قصوره قبل في الغابه، في الغابات الغابه لهيه. يعني كيكون يما الواد يما جاهم شي حاجه تهجير يما شي حاجه كيتكلفوا بهم الجماعات. اييه يديروا واحد البناء، يعني بناء من الحجر، اسمنت، شي حاجه الجبس مثلا، والخشب، شي حاجه مواد طبيعيه، كيديروا لهم يعني واحد البني في واحد المرتفعات جداد بالنسبه للساكنه. وكل كاين كل قصر في الغابه يعني كينتمي لواحد
الواحد المكان الواحد المكان مثلا الحي هذا التوريث مثلا هذا الحي هذا سميتو التوريث الحي سميتو التوريث كيكون القصر ديالهم القصر ديالو في الغابه ليه مثلا غادي تشوفوه كيكون مثلا على جهه الغابه يعني وسط الغابات مثلا ايوا وتحيه لكم اخوتي يلا صح مثلا هذا القصر هذا هو قصر توريث وراه كاين حدا الغابه كاين قصر اخر لهيه ايوا كاين واحد القصر عاوتاني ليه الا كتشوفوه بلاتي نزومي ليكم يعني كل قصر كتابع لواحد المكان مثلا هذا القصر هذا تابع لهاد المنطقه اللي سميتها توريت من الجهه هادو راه تبناو جداد فرقوا لهم الاراضي كاين واحد القصر تما سميتو توريت والقصر عاوتاني الاخر اللي تابع لواحد المنطقه اخرى يعني كما قال لكم السيد راه زمان فاش كان كل واد مجهد وكذا كانوا هذوك الناس المسؤولين كيبنيو زعما ديور تما ديال الطين وكذا باش كيهربوا الناس من القصوره للديور ديالهم اللي كاينين في ماشي حدا الغابه دابا راه خصنا نمشيو نيشان ولكن نقدروا نعاودوا ندخلوا مع هذا القصر هذا وندورو على اليسر هذا هو القصر من الداخل هانتوما مهدم دابا ما ساكن فيه حتى شي واحد واش هذا القصر دابا طيحوا الواد ياك ولا شتا اللي طيحات هاد القصر هذا هو قصر توريت كما كيبان لكم كبير بزاف وحنا دابا قاطعين مع لابيس شوفوا قداش ديال الكلاب هنايا واحد الربعه قدامنا وكاين واحد من لهي واحد عاوتاني راه من الجهه اليمنيه يعني سته ديال الكلاب اللي بغى يمشي من ولاد الحاج المسكي كاينين ثلاثه الطرقان اما غادي تمشي مع الطرق الكبيره اللي كيمشيو فيها الطوموبيلات اما غادي تقطع مع لابيست واما غادي تمشي مع الغابه احنا دابا قاطعين من جهه الغابه بعدا كتلقى بارده شويه و كتلقى الشجيرات خضر ها نتوما دازا واحد السويقيه هنايا واحد القنطره عقلت عليها من الزيتون واحد النار خرت 3 القناطر 70 كيلو هي ما تغلالو كان ايوا هاد النار طحت من واحد الشجره تفقد لي يدي ايش الايام يا ما تحربين دابا نطلع لشي شخشوخه وتهرس بيه وباقي الفرع كاع غليظ غاتكبر بنادم دابا تجيب شي واحد دابا في عمرنا حنا يطلع لهادي دابا يطلع اي شي واحد تهرس بك لا هادو دغيا كيتهرسو شو هادو دابا كاع هادو كاع غير مات غير رسانيت كاع هادو كاع رسا هادو كاع ما طلع لهمش كاينين هادوك الكسبات اللي فيهم 10 متر هانتوما شوفو هاد الفدان تبارك الله هذا شابع ما ياك شابع مع الفصة هادي هادي الفصة هادي هي الغابة ديال نضغرة وتاوريت هاد الفدان كاملين ديال الفصة كما كتشوفو عاوتاني ليه التمر والزيتون هاد الغابة بعدا مبردة شوية كتحس براسك فيك الحياة دابا ولكن هي كتوصل هاديك 12 ديال النهار الوحدة كتوصل درجة الحرارة 43-44 كتحس براسك وتتشوط صافي تخرج للزنقة خصك ضروري قرعة ديال الماء الناس اللي كيخرجو للزنقة بالقيلة ولا الصباح المهم فاش تكون الشمس هكا خارجة خصكم ضروري تخرجوا معكم واحد القرعة ديال الماء حيت راه إلا مشيتي واحد شوية بلا ماء راك غادي تكولا هاد البلاصة هنايا فيها القزبور والمعدنوس هنا عاوتاني واحد الفدان ديال الباربا هو هذا ياك بعدا راه ما بغيناش نحيدو شي وحدة باغينا غير نوريها لكم ولكن راه ما كاتبانش راه لتحت الباربا راكم عارفين كي دايره انتوما عاوتاني هنا عندنا بعض الخضر الفداد ديال الخضر هنايا غادي نلقاو الذره كما كتشوفوا هذا هو الذره وعندنا حتى مطيشه ها هي مطيشه نوريها لكم واحد مطيشه مرا واحد مطيشه اخرى هادي ما عرفتش شكون اللي قطعها وخلاها هنا هادي خلاص بان لي ما مزياناش ليمونة والله ما عرفتش واش ليمونة هادي واش ليمونة هادي ولا مطيشة لا مطيشة كاينة وحدة لهيه
وبزاف ديال المطيشات هنا مازال ما طابوش، هانتوما مازالين صغار وخضر بحال هادي، وهادي حتى هي صغيره. وشنو هادشي الاخر عاود؟ بنجال والحرور عاود ثاني. تبارك الله تبارك الله، والله ما كنت عارف انا صاحبي الرشيديه زعما في هاد الفداد وباقي هادشي زعما. تبارك الله، شتي شحال ديال المطيشه؟ شوف 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 شوف، موجود الخير. جينا لحدا واحد القصر هنايا، هاد القصر هذا كبير على دوك القصور الاخرين كما كتشوفوا، وراه كيرمموا واقيلا، حيت كاينين واحد طوبيات تما والحجر. كاين واحد البير هنا، واش هاد البير ما مغطيش؟ واو هاد البير كاع ما فيه الماء، فيه غير فيه الاوساخ. تردم هنا، تردم. واو شوف كي طالعه الطياره الفوق، طالعه دايره ياك رضا، راه ماشي ديال هادي، راه ماشي ديال كازا واقيلا، الرشيدية كازا، حيت دابا يلاه 7:05 وهاديك كتقلع مع 7:15. غندخلو مع الغابة دابا، هاد الشجرة هادي ديال الرمان، هانتوما راه فيها الرمان، غنوريكم شي رمانات، ها وحدة، وكاين حتى الشجر ديال العنب، هادي عنبة. واش فيها شي عنبة رضا ولا لا؟ راه التمر هذا صاحبي. لا لا، هاد العنبة هادي تمر؟ تمر؟ اش التمر الله يهديك. واحد هادي عاوتاني ديال الكرموسة، ولكن هادشي باقي خضر وصفر، ها انتوما كريميسة صفرا، كريميسة خضر، هادشي باقي ما طاب كاع. واش كاينة واحد شي وحدة طايبة تما ما بانتليكش؟ هاديك خضرا باش تكون، ياك انتوما هادي دابا راه طايبة وخضرا، يقدر تقدر تاكلها. هادي ديال البلاد وكيتقلبوا فهادي ياك بعدا، هادي ديال البلاد ها انت وكيتقلبوا فهادي. ما عرفاش بلي كطيب خضرا، يعني هادي انا نقدروا ناكلوها دابا طايبة. تعرف وريضة هانيا، هانيا عندك عندك تخرج لنا شي اناكوندا تقتلنا هنايا تهضنا، اناكوندا لقيت ما تاكل هنايا تاكل لنا نيت حنا. دابا ناكلوا هاد الكريميسة هادي، بسم الله. بنين هادش، عندهم الكرموس كثير هنايا. وريدا كي جاك الكرموس بنين ولا زوين؟ ها زوين بنين ياك. لا هاد البلاصه هادي فيها شجر بزاف مقارنه ب الغابة ديال ولاد الحاج، غابة ولاد الحاج فيها شجر ولكن داكشي يابس، انا عندهم المشوية كثير. مستحيل تلقى العنب. واش لقيت تما العنب؟ لقينا العنب. عندك تهرس الفروع. ترى نبكيهم في الراشد ديالك. والله الا هاد النهار هذا علام، هانتوما جبدنا السيد العنب، صاحبي الجنة هادي والله، وكلشي كاين، الكرموس، العنب، الرمان، السفرجل، اللي بغيتي تلقاه في هاد الغابة هادي والله. رضا جبد أكبر رمانة، لقيهم رضا؟ لقيهم؟ هانتوما هادي الكبيرة، وكاين واحد أخرى عاوتاني، هادي الطايبة، دورها من جهة أخرى. طايبة. هي هادي. وريضة موجود الفروي هنا ياك؟ موجود. اش كاين هنا دابا؟ العنب، التفاح، كلشي ياك؟ لا ما كاينش التفاح، العنب، السفرجل، الرمان. هادشي كيبين لك. شوف تعنا راه انت تعنا دابا الناس ما عرفوش، دابا انت ما قدرتش يميز بيننا. ايه وكاين الرمان بان ليا كثير في هاد البلاصه هادي. انتم راه جبنا حتى الكرموس الكحل، بري لهم هو هذا فادي. هاد الكرموس هادي فيها الكرموس الكحل طايب. يلا سير على الله، نكملوا الطريق دابا. يلا وصلنا تقريبا النص ديال الطريق، يلا ضربنا 7 كيلومتر في ساعه والصرف، ساعه ونص بحال هكاك، باقي لنا 7 كيلومتر اخرى. وهاد الغابه هادي فيها بزاف ديال الفواكه، تقدر تعيش هنايا كاع، تبقى تجي تغدا وتعشى وتفطر وترجع للدار، ولا دير شي خيمه هنا، ولا دير شي دار ديال الطين وتعيش هنايا بخير. انتوما خضوري، ما تقولش هاد الغابه هادي كاينه في الرشيديه صاحبي، حيت دوك الجوايع ديال واد الحاج
الغابة صافي دوك الشجر صافي ولاو يبسو حيت ما كاينش الماء هنا عاوتاني كاين الماء وكيسقيوهم وكذا غادي تشوفوا بزاف ديال الطبيعه هنا نتوما هذاك الشيء كامل دابا هذاك الشيء كامل فصا كاين ماطيشا كاين الله يحفظك توب عليك توب عليك خويا زكريا الله يحفظك قال لكم تحيه لكم زكريا الشرقي ياك زكريا كنيتك الشرقي اواش من عادي المهم كما قلت لكم هذه راه جنه ماشي غابه باش تلقى هذه الغابه هذه في مدينه الرشيديه راه شي حاجه زعما ماشي طبيعيه وقلت لك احنا دخلنا دابا للجنه ديال مدينه الرشيديه واو الخضوريه انا صاحبي الطبيعه ما تقولش كاع هادشي كان في الرشيديه ياك بعدا رضا لا لا انا ما عجبني واه شوف الشجر تبارك الله باقي شاد فراسو وحتى النخل حتى هو ها كلشي خضر كان واحد المراوات من ديك الجهه الاخرى مورا داك في الدنج جاوج تي يخدموا تما فلاحات الله يسهل عليهم هاد الباب هذا ديال الساقيه دابا فاش كتكون الساقيه مطلوقه الا بغاو الماء يدوز بزاف كيطلعوا هاد الباب هذا ولا بغاو غير يدلز شويه ديال الماء مع شي مره كيحبسوا الباب باش كيدوز غير شويه ديال الماء باش كيبقى الماء طالع في الساقيه وكاين واحد الساقيه هنا صغيره باش كيدوزوا الفداد الماء بها عمرك عرفتي حصلتي في هاد الباب لا لا اي شحال شحال عملنا في السويقيه واحد النهار بقيت كنعوم في هاد السويقيه و 8 12 جوج 6 عنديهم بلوان نيت انا ياه شحال هادي من شحال هادي ما كانوش الفيسبوك هاد التخربيق وا صاحبي حياتنا كدوز راني غير في هاد اللعب واحد النهار بقيت كنعوم في هاديك كان واحد العين حدا البراج حدا داك القصر الجديد اللي سميتها واحد العين كبيرة تطلقات تما فواحد الحفرة فواحد الحفرة رجلة ياك سمعتها رضا هي راه عرفتها من تما وجعتني ودني تنفخات ادخل الماء داك الماء وكذا مشيت للسبيطار وعرفتي قلت صافي ودني مشات ما دخل لك الدماغ ولكن دابا راه نكونوا واقيلا فتنا داك واد مايوس حيت دابا غاديين مع الغابة وما كنشوفوش دابا حنا غاديين مع الغابة وما كيبانناش الشانطي باش نشوفو فين وصلنا ونقدروا نكونوا دابا وصلنا مايوس دابا باش زوينه الغابه ما كتعرفش فين وصلتي وفي نفس الوقت بحال اللي كتلها مع هاد الشجر ياك بعدا كتبقى تشوف هاد الشجر هذا وهاد راكم عارفين هادي الجنه ديال الرشيديه قلتها لكم الاشجار هنايا بزاف والفروت راه مازال ما شفناش حتى الخضر غيكونوا الخضر حيت هذا غير الاول ديال الغابه شوفوا كي داير تبارك الله ديكم فاش كندوزو مع الغابه كنشوفو هاد الاشجار وهاد الشيء كنتلاو فيهم وما كنعرفوش فين راهو فين وصلنا وفي نفس الوقت كيدوز الوقت طياره ما كتحسش دابا نقدروا نمشيو غير واحد نص ساعه ولا 20 دقيقه غنصدقوا عاوتاني في مسكي ولا في اوفوس واش نصدقوا في اوفوس هاد الغابه هادي ما وصلتش لاوفوس اصلا ها ولكن ما خرجش في اوفوس نيت ها خارجه اي راه خارجه فوفوس هادي نيت واقيله صافي نمشيو حتى نخرجوا نيت ونكملوا الريصاني نيت والله الا شي التحديات وهاد المغامرات كيعجبوني يا صاح وقسم بالله خصني غير اللي معامن ديما يا راه كل نهار كنبغي نتحرك القنت قال لكم هاد المشي راه مين رجلينا غير على الله دابا غادي نبقاو نخرجوا بشويه بشويه من الغابه حيت خلينا واقيلا الطريق بعيده شويه قبيله دخلنا مع الغابه الطريق كان تقريبا لينا يعني تقريبا واحد 100 متر ولكن دابا هاد الغابه بحال اللي قلتي ما الا جيت اليمين وكتزيد تدخل ما الا جيت اليسار وكتزيد تدخل وكتدخلك لداخل كتزيد مع الطريق وكتزيد تدخل رضا اي عجبك هاد المغامره
زوينه. اه زوينه. شوف الكاميرا وهضر. عجبك هاد المغامره ياك؟ زوينه ماشي عجباني ياك بدا زين هادشي. اه شوف اكون غير درنا شي مشي للدرمشان حتى هي ولكن ما كتبش ما قربت نمشي ليه عاوتاني. اه باقي لها شي ايام ما نعاود نرجع. احنا دايزين دابا في واحد القصر وغير دخلنا مع الغابه وبقينا غاديين مع نيشان. احنا لقينا الكرموس تما ونسينا راسنا كاع. شو على قصر كم مدردق طايح تقريبا كامل. اه يلا شربنا شويه ديال الماء حيت عطشنا واحد شويه من بعد ما ضربنا تقريبا واحد 10 كيلومتر بحال هكاك. ودابا خصنا نزيدو نمشيو مع الغابه غندخلو مع الغابه ونبقاو غادي نمشيو بشويه حتى نخرجوا الجهه الاخرى نخرجوا مع الشانطي من بعد. شوفوا الزيتون تبارك الله هنايا كي كثير. ها شوف ها انتم ها وحده ها جوج الرام هنا تبارك الله حيت عندهم الماء كثير في هذه المناطق هذو. دابا 9 ديال الصباح ومازال ما وصلناش المسكي. ضربنا 3 سوايع و10 دقائق بالمشي ودابا تقريبا باقي لنا واحد 15 دقيقه بحال لا باقي لنا شي 2 كيلومتر تقريبا ونوصلوا المسكي. غنوريكم دابا واحد البرج تما تما كاين واحد الشاطو اللي كيبان لكم ليه تما فين كيبان الصبعي تما هذاك الشاطو تما فين كاين المسكي وكاينين الديور ديال المسكي تما. رضا عييتي ولا مازال شويه؟ اه حتى انا عييت شويه لكن نقدروا نعديو نكملوا ونجيو كاع نجيو على رجلينا الا جينا في العشيه. الا ما قدرناش نرجعوا الا جينا نشدو شي طاكسي ولا نديروا اوتو ستوب. احنا قربنا المسكي دابا بعد قربنا نوصلوا المسكي. شحال بقى لنا نوصل المسكي رضا؟ شي 600 متر من بعد 3 سوايع ونص ديال المشي انا الخوت قربنا نوصلوا المسكي باقي لنا تقريبا واحد 600 متر عيينا. عرفتي دابا فاش كتكون غادي لعب كره ولا غادي هكا تتمشى وفاينالي كتجلس من بعد واحد المده طويله كتحس بواحد الراحه ياك رضا؟ دابا غادي نشوفوا شي بلاصه هنايا نريحوا شويه ومن بعد غادي ندخلوا ان شاء الله العين الزرقاء اللي مسكي حيت هي ما بقاتش عين صافي تسالات مابقاش فيها الماء وما نضربوا تما طلع نشوفوا الدنيا كي دايره ونصور لكم المناظر تما كي دايرين. احنا قربنا دابا العين الزرقاء اللي مسكي وغادي ندخلوا ليها ان شاء الله. كاينين جوج بيبان تقدر تدخل معاهم العين الزرقاء اللي مسكي كاين هذا اه وكاين واحد اخر ليه كتهبط مع الدروج هذا ديال صحاب الطوموبيلات كيهبطوا هنايا. عندك تزلق رضا راه كتزلق هنايا بسم الله هي انا هذيك كاع لا سندلتك هي انا زلقتني ديك النهار بغات تلوحني كاع في الطواليت ما غاديش تقطع. اه واش ما تقطع زعما راه مي كتحلق كتعوم بها كاع. ايوا صافي اللي بغيت انت. احنا دخلنا دابا المسكي كاين هنا واحد الواد هاد الواد هذا فاش كانت العين ديال المسكي باقي فيها الماء كيكون عامر بالماء والحوت هنايا اه كيكون الحوت وكيكون الناس دايرين الخيام ديالهم البازارات هنايا. انتم دابا كلشي خاوي ما كاين حتى شي واحد ما كاين لا رواج لا والو للاسف حيت ما كاينش الماء. هادو كانوا الناس دايرين هنا لي بازار ديالهم وشي حوانت كانوا كيترزقوا الله. ايوا دابا راه ما بقى لا بيزنس لا والو. اللي عاوتاني كاين واحد الساحه اللي كتبان لكم تما كانوا كيخيموا الناس كتخيم ب 20 درهم لليله. وهاد النخله هادي كانت رمز ديال هاد البلاصه. هاد النخله هادي اللي غاديه فوق هاد الواد الصغير دابا راه ما بقاو فيها لا جريد لا والو. كانوا الناس كيطلعوا هنايا وكيضربوا التصاور كيجي داكشي صراحه ناضي بزاف ولكن دابا للاسف ما بقى لا ما لا والو كلشي مشى. كاين واحد الساحه هنايا وغادي نخرجوا في اجمل مكان
فهاد البلاصه اللي هي واحد العين، العين الزرقاء اللي مسكي، كاين واحد المسبح تما. هنا الدروج ياك كيطلعوا الدروج الفوق. واش الريستورون هادي ولا شنو؟ معاش هاد الشيء ما هادي ما كانش فاش جينا. شحال هادي اخر مره جيت لهاد العين؟ سنه في 2019، يعني 5 سنين دابا. دابا غادي نمشيو نشوفو لا بيسين كي داير، لا بيسين ديال مسكي اللي ما بقاش فيه الماء للاسف. هانتوما غادي تشوفوا كل شيء على عينيكم. هذا هو لا بيسين، العين الزرقاء اللي مسكي. هنايا كانوا كيعوموا الدراري الصغار، حيت هاد البلاصه هادي ما غارقاش. وهنايا عاوتاني كانوا كيعوموا الدراري الكبار. بالنسبه لهاد البلاصه هادي كيقولوها متوسطه، حاليه متوسطه ولهيه غارق شويه. بالك الرضا نهبطو دابا لتحت هنايا. عرفتي دابا فاش مشينا 3 سوايع ونص، والله الا كتحس بالعياء يا صح والعياء. انتوما الخوت ها مسكيها ما بقى فيها لا ما لا والو للاسف. كنا كنجيو نعومو هنايا وندوزو اوقات جميله، ولكن عطا الله اللي عطاه وما بقاش المعنى. هنا عاوتاني كاين هاد الدروج هذا كنهبطو هنايا وكنعومو، ديال متوسطه اللي عاوتاني كبيره. وهادوك ثلاثة اللعيبات كيتسماو القلم، كانوا كيطلعو الدراري تما يصوطيو ريوس. كاين اللي كيطلع كاع حتى النخل الفوق وكيهبط مع الما كيصوطي. وهنا كنا كنجيو كنجريو وكنصوطيو في لابيسين. وهنايا قدامنا هادي كانت قهوة، دابا راه سدات حيت ما كاين لا ناس هنايا لا والو للأسف. هادي كانت قهوة وكانوا الناس هنايا كيجيو وكيحطو الكراسي ديالهم هنايا وريحو حتى هنايا. وهاد البلاصة حتى هي كانت عامرة بالماء. هادي دابا راه عين، عين خارجة من تحت الأرض وكتخوي الماء، كتخوي في هاد البلاصة وكتخوي حتى في هاد لابيسين اللي وريت ليكم. وكاين واحد الساقية لتحت لهيه اللي معرفتش تبان ليكم ولا لا، تما كيدخل الماء في ديك الساقية وكيمشي وكيسقي الفدادن. هاد العين الزرقاء هادي دايرين عليها النخل كما كتشوفوا، ما كاين لا اشجار هنا لا والو غير النخل. ايوا هادشي اللي كاين هنا عاوتاني، هاد الجبل هذا. مسكيه مسكي ايه هاليام، للاسف العين الزرقاء اللي مسكي نشفات كما كتشوفوا. الناس ديال الرشيديه كانوا كيدوزوا الصيف هنايا تقريبا كل نهار، كانت تدخل ب 5 دراهم كيجيو يعوموا هنايا، ولكن دابا الدنيا خاويه للاسف. وكنطلبوا من الله ينزل علينا واحد القطرات مائيه اللي تقدر تحيي هاد العين هادي وتعاود تخرج عاوتاني، باش حتى الناس ما يتعذبوش مع هاد الصيد هذا ويجيو يدوزوا اوقات جميله في هاد العين هادي. يلا دابا اللي مشيت للحانوت وشريت واحد المناضه وواحد الخبزه ودار فيها 3 سردينات، نوريكم المناضة هي هادي. ما كضحك رضا، هادي المناضة ايس بالصحة والراحة. والخبز فيه السردين، الله يعطيك الصحة خويا. نوضة ما كتلقى حانوت في هاد مسكي تا مشيت 3 زناقي عاد لقيت الحانوت. والدراري واش دابا غادي نرجعو على رجلينا؟ حيت دانا درت التحدي مشيان نمشيو على رجلينا ونرجعو على رجلينا. واش غنرجعو على رجلينا؟ لا. ولا غادي نشدو طاكسي؟ صعيبة لحقاش ضربنا شي 17 كيلومتر تقريبا هاي باش نشوفو من ولاد الحاج هنايا، حيت اش دخلنا في الغابة ورونا. وفي الرجوع غادي نمشيو طاكسي ان شاء الله، حيت اش راه الشمس دابا مايمكنش 11 ونص ديال الصباح هادي والشمس كتنطنا في الريوس ديالنا.